السلام عليكم خوتي، كيفتوما؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. دابا ديما معكم ان شاء الله. اليوم موضوع جديد. امبارح بالليل شفت واحد الصديق، واحد اليوتيوبر حر، اخ سفيان المرزوقي، شفت عمل واحد الفيديو على كوينتا اخينا ديال العام. علاش ما عرفتش انا شكون عمل شي فيديو، بس شفت الفيديو كامل. المهم غير شفت الفيديو، انا بغيت نعطي الراي ديالي ونعطي التجربه ديالي. وواحد الحاجه نقول لكم، الانسان لكن كيعرف شي دومين، عايش داك الدومين، خدام في داك الدومين، راه غير يعرف فيه. لما كيكونش عايش في داك الدومين ولا خدام فيه، كيكون عنده تجارب، يعني لا عنده شي تجربه يقدر يقولها. لما عنده شي تجربه وهو ماشي المحتوى ديالو، يبعد منه. المهم ما علينا، كما قال سفيان، قال لك الواحد ملي كيصبر الورق واش عنده الحق يهود ولا ما عندوش، هو قال لكم شنو كاين. المهم انا عندكم راي ديالي كتجربه. دابا الانسان ملي كيصبر لك ورق الدعم، اول نوبه كيكون متخوف، كيقول واش نقدر نهود البلاد ولا ما نهودش. المهم خرجوا شي ناس هضروا على داك الشيء، قال لك ما عرفتي شكون، قال لك يعني ما تقدرش تهود بالكواغ الدعم، يعني كوينتا اخينا ريسيدنسيا تيمبورال، يعني كواغة الوالة. شحال نقول لكم، يعني الواحد كيشب هذيك الورق، لهذا خصو يهود، يتلاقى عائلته، يتلاقى الوالدي والديه، يعني كيتجبو ضربة 4 سنين 5 سنين الغربة، كيشبر الورق، كيقول لك ما يمكنش يهود البلاد. علاش ما يمكنش يهود؟ انت قانوني، الواحد نهار اللي كيشبر بيرميسيو ديال ريسيدنسيا ديال العام، واخا هي فيها عام، ولكن كتكون قانوني، عندك الحق في البار، وعندك الحق في تخرج من بلاد، تمشي لبلادك، عندك الحق في اي حاجه، كتولي في حالك، بحال هذاك اللي عنده كومونيتاريا، بحال هذاك اللي عنده لاغادوراسيون، كتولي قانوني، كيوقف عليك المخزن، كتبدل الوراق ديالك، دعم عادي قانوني. تقدر تهود البلاد. انا عندكم غير التجربه ديالي، انا في 2011 في شهر 9 تصبرت الوراق، في شهر 12 هودت المغرب، اول هبطه عندي في 2011 في شهر 12، يعني ضربت 3 شهور وهوت البلاد، وفي نفس الوقت هوت في الصيفية 2012، يعني كنت باقي ما كملتش ديك الوراق بعام وهوت بيهم. ولكن حاجة واحدة اللي خصكم تعملوها ببالكم وما تحاولوش تستغنوا عنها، هي العمل. يعني ملي كتشبر ديك الكواغ الدعم، لابد خصك تخدم بيهم، ما سبق لي قلت لكم في الفيديوهات، يعني سوب ديليغاسيون سيفيل كيطلب لك مينيموم 6 شهور ديال الطا، 6 شهور ديال الدماج الاجتماعي، ديال الدخله ديال السيغودا سوسيال. طبعا انت مثلا هودتي المغرب شهر شهرين ولا 3 شهور، راك يعني عمل حسابك، راك 6 شهور خصك الدخله ديال الخدمه، زائد عقد عامل، يعني اللي غتجي تدفع هي، علاش كتكون عندك مسؤوليه بزاف، كتكون بلا ورق ما كتكونش عندك مسؤوليه، ولكن اللي كيكون عندك الكواغط كتولي عندك مسؤوليه، حيت خصك تخدم بهم، او اذا ما خدمتيش بهم راه ما غيبدلهم لكش. دابا انت مثلا صبرتي الوراق، هودتي المغرب، ولكن الا كنتي خدام وشديتي فاكونس، شديتي فاكاسيونيس، يعني عندك الحق تهود المغرب. علاش كتكون في الطا؟ يعني انت واخا فاكونس راك ضامن اجتماعي خدام، كتكاوطيسي تما، فهمتي؟ المهم الواحد مثلا يشبر الورق ديالو، ماشي ما عندوش الحق يهود، عنده الحق يهود، يهود المغرب فوقاش ما بغى. شنو يعمل حسابه باللي هو خصو يدخل 6 شهور ديال لافيدا لابورال، يعني على الاقل 6 شهور. مثلا انا كنتي خدام مزيانه، لما كنتيش خدام خصك تخدم باش تدخل 6 شهور، وعاد اللي غادي تدفع الوراق راه خصك العقد ديال العمل، راه بلا عقد عمل ما غيجددولكش، فهمتي؟ يعني الانسان جا اسبانيا شبر الوريقات ديالو، يهود ديك الشهر من المغرب ويطلع بحالو. لا كنتي خدام مع شي باترون، مثلا خدام مع الباترون، خدام معاه جاي معاه عامين وعطاني البري كونتراتو ودفعت وشبرت الوراق. يعني انا كيف غنشبر الوراق؟ غنطلب له فاكونس، غنقول له انا باغي نهود نشوف فاميليا، انا 4 سنين 5 سنين ما شفت عائلتي، غتهود في نفس الوقت كتكون عندك الطا، يعني انتينا في الطا مشيتي فاكونس، وملي كطلع كتكمل العمل ديالك، حتى عاود كتسالي ديك العام، حيتاش الوراق دعام راه شد عينك وحلو كيتسالى، العام دغيا ما كيتسالى خوتي، يعني ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه صعيبه. بنادم يصبر، خدام يصبر، يهود المغرب ويطلع، عاود العام اللي موراه، المهم تكون في الطا،
ديما كنقولها في فيديوهات، التا هي كلشي في اسبانيا. ملي كتكون خدام كتجدد الوراق، لما كنت تجي خدام صعيب تجدد الوراق، خصوصا ديك التيمبوراليس، داك كواغد عام ودعامين للوالة ودعامين تود عام ودعامين ودعامين مش كتبدلهم، داوي خصك كونطرات ولكن خصك تخدم بيهم الوراق التيمبورال، كأنك ما عندكش الوراق ولكن عندك الحق تخرج بيهم، تمشي بلادك، تمشي اي دولة تسارة في الأونيون أوروبية، ولكن خصك تخدم بيهم. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، الفوندو ديال هادشي كامل خصك تخدم ديك الوراق. يعني انت غتهود المغرب مثلا 4 شهور، انا بقيت 4 سنين ما هودت المغرب، شبرت الواقع نهود المغرب 4 شهور اسيدي ونطلع نبقى نقلب على الخدمة، دراج شهر دراج شهرين ما جبرت والو، دازت 4 شهور انا ضربت 8 شهور في الواقع، باقي لي 4 شهور. ايوا صافي، شمن الواقع عندك انت، عطاوك الواقع باش تخدم بيهم، جبتي البري كونتراتور باش تخدم به. يعني هذا هو، هذه هي الهضره اللي كاينه. الواحد اخوتي يصبر الوراق، يهود يعني الا كان خدام يخلي حتى يحافظ على الخدمه ديالو، يطلب الخيف في الفاكونس، يهود المغرب يشوف عائلته، واخا لا زير عليك وكذا قال لك صبر شويه ما تما والو، انت صبرت 4 سنين و5 سنين، ما تصبرش 3 شهور ولا 4 شهور حتى الصيف ولا على حسب الانسان. المهم يصبر الوراق ديالو، يخدم عليهم، راه الا خدمتي هذاك هي، هذاك هو الاول كلشي. يعني خصك تخدم على الوراق ديالك باش تخدم عليهم، يعني تكون عندك الطا انت خدام وعندك خونا دا كومبليطا مثلا، كتدخل السيغورو حيت طول ما دخلتي السيغورو مزيانه فوتي 6 شهور، ولكن شتي راسك باقي مع ديك الشركه كمل باش تجدد الكونتراتو ديالها، حيت الا خدمتي 6 شهور وقفتي من الخدمه وما جبرتيش الخدمه ومشيتي تدفع غيبقى لك مشاكل، حيت ما عندكش العقد ديال العام ترندايس. المهم اخوتي انا عطيتكم يعني بالتفاصيل، يعني الواحد اللي صبر الوراق ديالو من حقه يهود للمغرب، من حقه يهود شحال ما بغى، راه عنده عام في الوراق. ولكن لنفرض انت هودتي للمغرب وضربتي قال لك 8 شهور في المغرب، غتطلع عادي ما غيهضر معاك حتى شي واحد، وغتبقى داك 4 شهور اللي بقات لك في الوراق قانوني، شنو نهار اللي غتجي داغي نوفر الوراق تما غيضربوا لك في الصوب ديال ليغاسيونسيبي شحال دخلتي ديال الطماش ما عاجبك ما مدخل والو غيرفضوا لك. يعني الانسان شبر الوراق يعني مفكر، انا عنهود للمغرب ولكن ما نخسرش الخدمه ديالي، باترون لا خلاني نهود عنهود، لا قال لي صبر واحد 3 شهور ولا شهرين نصبر ما كاين مشكل، على حساب مع من خدام على حساب الخدمه ديالك. المهم اخوتي انتوما انا كنقول لكم الواحد وريقاتو يحاول يحتفظ عليهم ويخدم عليهم، راه كوينتا اخينا ديال تيمبورال، راها كانك يعني هما علاش كيعطيوهم لك هايدا، كيعطيو لك عام باش كيعطيوك يعني تينا الفرص، كيعطيوك عام خدمتي بهم وجددتيهم هاك دعامين، عاد خدمتي بهم وجددتيهم هاك دعامين اخرى، ملي كيشوفوك كتخدم بهم وهذه يعني كيعطيوك الاقامه الدائمه 5 سنين. يعني طبعا يعني 5 سنين الاوليه كامله غدوزها هايدا، عام عامين عامين، ولكن دعام اخوتي كيدوز كيطير. يعني الانسان يحاول يخدم بهم وهادشي اللي كاين، وميساج وصل، وتحية للدراري اللي كتعمل فيديوهات في المهم الناس في اسبانيا، الناس اللي عايشين في اسبانيا هادشي راه عارفينه، يعني ما غيقولبهم حتى شي واحد، يعني اللي عندهم تجارب وعايش. اما المساكين اللي في المغرب كيسمعوا هاد الهضرة وعاد اللي جاو جدادين كيخافوا، فهمت؟ كنكون اخو عاد شبر الوراق كتسمع عندك تهود المغرب، كتلقى مسكين 5 سنين 6 سنين هو هنايا، ونهار اللي شبر الوراق كيبقى عام ماشي هو المغرب. لا، يعني الواحد يوصل المعلومه صحيحه، والدراري اللي كتعطي المعلومه صحيحه راه كتبان لهم في وجههم غير بطريقه ديال الكلام ديالهم. وهادشي اللي كاين اخوتي، ما خصنيش نجيب الفيديو طويل، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تحيه لخاي صوفيا المرزوقي والدراري اللي المقاطعه كاملين واحد واحد بلا ما نجبد الاسماء، ودائما الجديد وديما معلومات يعني في الحقيقه الواقع اللي كاين، التجارب ديالنا، التجارب الاصدقاء، ما نجيبوش شي حاجه اللي ماشي ما كنعرفوش فيها. انا ما نهضرش على الجنسيه، على حسب انا باقي ما شديت الجنسيه، العام اللي ماجي ان شاء الله ندفع الجنسيه عاد نهضر على الجنسيه. الحاجه اللي ما اللي كنعرفها غنهضر فيها، الحاجه اللي ما كنعرفش فيها ما نهضرش فيها، الحاجه اللي عندي فيها تجربه غنقولها، الدومين اللي نعرف فيه نعرف فيه، ماشي انا خدام واحد الخدمه مثلا انا دار في مسائل القانون وانا
انا الحاجه قانونيه نهضر فيها ولكن بالتجربه ديالي ولا الاصدقاء، اما نهضر شي حاجه قانونيه وانا كنهز الدلاح في الكامبو ولا كنحفر القوادس لا، يعني نهضر في الحاجه اللي كنعرف، الحاجه اللي ما كنعرفهاش ما نهضرش فيها. وهادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وديما بارطاج ولايك والتعليقات ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو اللي ما يجي ان شاء الله، والسلام عليكم.